النساء يفضلن اختيار الاكسسوارات المليئة بالأحجار لأن هذه الأحجار فيها نوع من الطاقة. اليوم رح نتكلم عن هذه الأحجار مع باسكال. بونجور باسكال. باسكال، دعينا في البداية نتحدث، بدأتي في تصميم الأزياء ثم انتقلتي بعمل هذا النوع الجميل من الأكسسوارات المليئة بالأحجار. أنا مصممة أزياء ولا أزال، إذ أحب العمل في مجال الملابس، ومنذ قرابة الأعوام الثمانية قررت أن أبدأ بتصميم المجوهرات، وذلك فقط لاستكشاف العمل فيها. بدأت بتحقيق النجاح في متجري، لذا قررت بيع بعض هذه المجوهرات، واتخذت قرار صنع مجموعة الخاصة، وشاركت في معرض الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً. لذلك قررت التركيز على المجوهرات لأنني اكتشفت شغفاً جديداً، وهو مجال لا يزال قريباً من الموضة. أجد هذا مجالاً مثيراً جداً للاهتمام، إذ أعمل مع مواد جديدة وأتعلم بنفسي الكثير، ويمكن ثنيها بسهولة، ولا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً كتصميم الملابس الذي يحتاج التنسيق بين النقشات. صناعة المجوهرات أمر سحري وبمنتهى السرعة، وهذا ما أحبه، كما يروقني القيام بهذا الأمر المختلف. إذن باسكال، لديك الكثير من التصاميم التي أراها أمامي، دعينا نتحدث عن آخر المجموعة التي أطلقتها. For the next collection, there is a lot of things. ستشمل مجموعة العديدة من الأمور الجديدة. شاركت بأول معرض منذ شهر، حيث عرضت مجموعة الجديدة، بيد أنني في الوقت عينه أعمل على مجموعات أخرى سأعرضها الشهر المقبل في معرض آخر في برومير كلاس في التويلوري خلال أسبوع الموضة في باريس، وسأريكم هذا العقد المصنوع من الأمازونيات، وهذه القلادة مصنوعة من الأمازونيات والأوبيل في داخلها. كما ترين هنا، هذه حجرة منحوتة على شكل ورقة شجر وتدعى سترين، يمكنك أن تقفليها بهذه الطريقة. كما قمت بالعمل على عقود كبيرة على شكل خنفساء من العقيق الأحمر. قمنا بصناعة قلائد كبيرة، ونحن ناجحون في تصميم جميع أنواع الخواتم، كما هذا المثال هنا. يمكنك أن تري السترين والأحجار الأخرى، وهذه المجوهرات ممتعة، إذ يمكنك أن تختاري الخاتم والحجر التي تحبينه، وتختاري الأحجار الصغيرة المرصعة التي تعجبك، وأن تصنعي منها خاتماً. مثلاً، يمكننا أن نأخذ الأميثيست وأن نضع الحجر على الخاتم، بذلك يختار العميل العقد الذي يريده أو الخاتم أو أي قطعة أخرى لتصميمها. إذن باسكال، طبعاً دائماً يقولون أن الأحجار لديها طاقة معينة، دعينا أن نتحدث عن الأحجار وتأثيرها بالإنسان. أعتقد أن الأحجار هذه تملك طاقة كبيرة، ولكن عليك أيضاً تصديق ذلك لأنها تؤثر بك كأي شيء آخر. مثلاً، ما هو برجك؟ العذراء. من المفضل أن يرتدي الشخص من برج العذراء الفيروزة، وهو حجر يعطي شعوراً جميلاً وثقة بالنفس. يمكنك أيضاً أن ترتدي الأميثيست، إذ هذه الحجرة تناسب طاقتك نظراً لبرجك. حجرة اللابرادوريت التي أرتديها هي جيدة جداً لك. ترين أن هناك الكثير من الانعكاسات، وهي حجرة تعد منومة، ويستخدمها المعالجون النفسيون مع مرضاهم، وتوفر الحماية أيضاً. يمكنك أن ترتديها كسوار، ويمكنك أيضاً أن ترتديها كعقد عبر لفه بهذه الطريقة. كما ترين هو جميل جداً، كما يمكنك أن ترتديه كعقد طويل. عملنا أيضاً على هذا العقد الجميل من الأوبيل والأفنتورين والأصداف.
وقعت في حب هذا النوع من العقود منذ فترة طويلة، إذ أنه نموذج للعقود في راجستان في الهند، وأحب هذا النوع من العقود الجميلة، إذ يمكنك أن ترتديه بهذا الشكل عبر سحبه من الطرفين. يشكل هذا الأخير إلهامي الجديد، لذلك ابتعت بعض الشرائط الجديدة لاستبدال الشرائط القديمة، ومن ثم سأصمم عقوداً أخرى من أحجار جديدة ليست متطابقة، إذ سيكون لكل منها نصيب من الذهب والأحجار. يشكل هذا السوار إحدى القطع الناجحة أيضاً، إذ أنه مريح جداً لأنه يغلق بالمغناطيس كما أريتك. هو مريح جداً للارتداء، ثم نضيف سلسلة تثبيت لكي لا تضيعيه، وإذا كان مفتوحاً لن تخسرينه. إذن باسكال، حدثيني عن الوسائل المستخدمة لتسويق هذه المجوهرات الرائعة. في الوقت الحالي أقدم مجموعتي في المعارض في باريس وأيضاً في المجلات، إذ نملك صفحة بأكملها في مجلة فوغ، لأنهم يحبون عملنا كونه مختلف يتماشى مع السلع الفاخرة. ونحن في لوبو مارشي منذ أكثر من 6 أشهر، واكتشفونا في معرض حيث انبهروا ببعض القطع واهتموا كثيراً بالتصاميم والنوعية والأحجار الحقيقية، لسيما أنه لا يوجد الكثير من المجوهرات الجميلة المماثلة في هذا المتجر الفخم في باريس. يحب العملاء أن يمزجوا مجوهراتهم الراقية مع المجوهرات من ابتكارنا، ونحن سعداء جداً بذلك. إذن باسكال، شكراً على هذه المعلومات، ونتمنى لك التوفيق في كل الأشياء اللي تطلقينها من مجوهرات ومن أيضاً تصاميم من أزياء. Thank you so much. شكراً لكم.